اليوم سأخبركم بأسلوب حياة أجمل ممثلة تركية موهوبة في صناعة الدراما التركية، وهي عفرة سراتش أوغلو. في هذا الفيديو سأخبركم مسلسلاتها غير ذلك بالكثير، لذلك تأكدوا من مشاهدة هذا الفيديو حتى النهاية. إذا كنتم جدد هنا فلا تنسوا الاشتراك في القناة. لذا دعنا نبدأ. سيرة عفرة سراتش أوغلو. اسم ميلادها الحقيقي هو عفرة سراتشولو، اسم المستعار هو عفرة. هي ممثلة وعارضة أزياء. ولدت في 2 ديسمبر سنة 1997. عرقها أبيض ودينها الإسلام. برجها برج القوس. هي تركية حسب الجنسية. ولدت في إزميت في إسطنبول بتركيا. طولها 5 أقدام و6 بوصات، ووزنها 49 كيلوغراما. لون شعرها بني. تعلمت في جورج بالجامعة من الأناضول. أهم مسلسلاتها التلفزيونية سيتي ورجل ثري. دعني الآن أتحدث عن موهبتها التي تحبها، تحب القيام بها في السفر. إنها محبة حقا للحيوانات وتستمع إلى الموسيقى. الآن دعني أتحدث عن حقائق وسائل التواصل الاجتماعي. لديها أكثر من 6 مليون متابع على حسابها على إنستغرام، وهي ناشطة فيه من سنة 2016. الآن سأتحدث عن صافي ثروتها، حيث تبلغ ثروتها الصافية 1.7 مليون دولار. لذا كانت هذه سيرة مختصرة عن عفرة سراتش أوغلو، بطلة مسلسل طائر الرفراف. ما رأيكم في هذه الممثلة؟ شاركوني بأفكاركم في قسم التعليقات بالفيديو. وداعا.